نظمت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية اللقاء التعريفي الثالث عن بعد الذي قدم محاوره ومضامينه سعادة الدكتور مصطفى السيد أمين عام المؤسسة، والذي جاء تحت عنوان بناء الفريق الناجح في المؤسسات، بمشاركة عدد من المسؤولين والمهتمين من مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة. ما هي الطرق المختصرة التي من المؤكد أن تقود نحو وضع الأساسات الثابتة الكفيلة بإعداد فريق عمل ناجح فيه من الكفاءات الوظيفية العالية التي تزيد من تماسك وقوة البناء المؤسسي وتمضي به نحو بر الأمان الإنتاجي؟ وما هي أبرز الطرق المستحدثة في كيفية تحفيز تلك الطاقات وتعزيز قيم الولاء المؤسسي عندها تجاه المنشآت العاملة لديها؟ غيض من فيض أسئلة عديدة استطاع اللقاء الثالث التوضيحي الذي نظمته المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية والذي حمل عنوان بناء الفريق الناجح في المؤسسات الإجابة عليها. قمنا بترتيب سلسلة من المحاضرات حول الإدارة في مختلف المجالات، وهذه المحاضرات تم تشييدها من قبل سمو الشيخ ناصر وتحت رعايته ومتابعته، والهدف إطلاع الموظفين على الأفكار الإدارية الناجحة. في هالمحاضرة أتكلم عن العمل بروح الفريق الواحد من أجل زيادة الإنتاجية وخدمة الأرامل والأيتام، وأسلوب استعمال الأساليب العلمية برفع معنوية الموظفين بوضع الخطط والمتابعة، وكل هالإجراءات مهمة إن احنا نشتغل بروح الفريق الواحد. في علم تنمية الموارد البشرية داخل أركان أي مؤسسة مهما كان مجالها ونوعية الخدمة التي تقدمها، تستقر العديد من الوسائل والنظريات العلمية والعملية التي تجود بشروحات وكيفيات تكفل للعمل المؤسسي ثبات نهجه واستقامة أدائه ضمن نسق منظم قائم على أسس ومبادئ وقيم تنظيمية محددة للمحافظة على النمو والبقاء والنجاح وحتى المنافسة من أجل تقديم الأفضل. وذلك لن يتحقق إلا إذا انتقل رتم العمل من الفردية إلى الجماعية، أي الإنتاج بروح الفريق الواحد. لأن هناك مبدأ، والمبدأ يقول أن يعني الشخص الواحد يمثل يعني وجهة نظر واحدة ورأي واحد. لما يكون عندك أعضاء في الفريق فأنت الآن أمامك عدة آراء وعدة مقترحات وحتى وعدة يعني نتائج توصل لها، لأن فريق العمل أو أعضاء فريق العمل اللي يتم اختيارهم حسب التخصصات المطلوبة. فهناك الفني وهناك الإداري وهناك المالي وهناك يعني المقيم وهناك الأداء في مجال معين. فلما تجتمع الآراء هذه ويتم مناقشة موضوع معين من قبل خلفيات متعددة ومختلفة تكون دائما النتائج أفضل. خطوات ومفاهيم عمد هذا اللقاء التعريفي إلى إيضاحها والكشف عن أسهل الطرق التي تقود نحو بناء الفريق الناجح في المؤسسات، ومحاور ركزت على أنجع السبل المختارة في تحفيز الكوادر العاملة ومميزات ذلك، مما يصب في خانة تقوية التعاون من خلال تعزيز قيم العمل وتكريس رؤية وأهداف المؤسسة لدى الموظفين. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.